مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية، بناء الشخصية هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، ودرسنا اليوم يتكلم عن الوحدة الثامنة، العالم العربي والإسلامي، الدرس الثالث عشر، وعنوان الدرس باسم الوحدات السياسية. الوحدات السياسية الدول الإسلامية في قارة آسيا. تقع معظم دول العالم العربي والإسلامي في قارات العالم القديم وسط قارة آسيا وجنوبها، ووسط قارة أفريقيا وشمالها، وجنوب شرق أوروبا، وتشكل مساحتها 20% من مساحة العالم، ويمثل سكانها ثلث سكان العالم. وقد انتشر الإسلام في قارة آسيا عن طريق الفتوحات الإسلامية المنطلقة من شبه الجزيرة العربية والطرق التجارية التي كانت تسلكها القوافل التجارية. وعند التحدث عن دولة أندونيسيا لابد أن نتذكر أن دولة أندونيسيا هي أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، وقد دخل الإسلام على أيدي التجار المسلمين من الهند وشبه الجزيرة العربية. الموقع تقع في جنوب شرق آسيا على دائرة الاستواء، وهي مجموعة من الجزر أكثر من 18,000 جزيرة، ومن أهمها جزر جاوة وسومطرة. ثم بعد ذلك نتحدث عن الموقع والسطح والمناخ. فعند التحدث عن المناخ فنلاحظ أن مناخ أندونيسيا مناخ استوائي يميل للاعتدال، وذلك لتأثره بالمسطحات المائية والارتفاع، والأمطار تهطل طوال العام تقريبا. السطح يتكون السطح من مرتفعات جبلية في الوسط وسهول ساحلية في الأطراف. وعند التحدث عن الحدود لابد أن نتذكر أن أندونيسيا من الشرق المحيط الهادي، ومن الشمال ماليزيا وبحر الصين الجنوبي، ومن الغرب المحيط الهندي، ومن الجنوب بحر تيمور والمحيط الهندي، وهذا ما نلاحظه على الخريطة الطبيعية لجمهورية أندونيسيا. وسوف نتحدث عن النشاط الاقتصادي، ولابد أن نتكلم في الزراعة، حيث يعمل بالزراعة نحو 54% من السكان، ومن أشهر المحاصيل الزراعية الأرز والذرة، ويزرعون محاصيل زراعية أخرى ذات قيمة اقتصادية مثل المطاط ونخيل الزيت ونخيل جوز الهند. وتسهم الزراعة والصيد البحري والثروة الغابية بنحو 19% من الناتج المحلي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التعدين والصناعة، حيث يعمل في استخراج المعادن والصناعة إضافة إلى التشييد والبناء نحو 15% من السكان، وأيضا تسهم بنحو 58% من الإنتاج المحلي. بذلك تعد أندونيسيا من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر بلد منتج للقصدير بالعالم. ننتقل إلى التجارة. من السلع التي تصدرها أندونيسيا النفط ومنتجاته والمنسوجات والصوف. أما أشهر الواردات فهي الآلات ومعدات النقل والمواد الغذائية. ومن أهم المدن في أندونيسيا جاكرتا، وهي العاصمة، وتقع على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة جاوة، وهي مركز صناعي وتجاري وثقافي. سور بايا، وتقع على الساحل الشمالي الشرقي من جزيرة جاوة، وهي مركز صناعي ومينائي وبحري. الدول العربية والإسلامية في أفريقيا. وصل الإسلام إلى قارة أفريقيا مع الهجرة الإسلامية الأولى من مكة المكرمة إلى الحبشة، وانتشر الإسلام بسبب
الفتوحات الإسلامية والتجارة البحرية والبرية والدعوة إلى الإسلام. وسوف نتحدث عن نيجيريا. الموقع: تقع في وسط أفريقيا على المحيط الأطلسي، وسوف نتحدث عن حدود نيجيريا. يحد نيجيريا من الشرق النيجر، ومن الشمال الكاميرون وبحيرة تشاد، ومن الغرب النيجر، ومن الجنوب الكاميرون وخليج غينيا. ثم نتحدث عن السطح، فهو مجموعة من الهضاب، حيث يتصف السطح في نيجيريا بأنه مجموعة من الهضاب تنحدر كلما اتجهنا جنوبا، وفي وسط البلاد يجري نهر النيجر الذي يصب في المحيط الأطلسي، وفي الجنوب سهول ساحلية. أما بالنسبة للمناخ، للدولة مناخان تفصلهما دائرة العرض 10 شمالا، ففي الجنوب مناخ استوائي حار ممطر طوال العام تنمو فيه الغابات الاستوائية، وفي الشمال مناخ مداري يتميز بالحرارة أغلب السنة، والأمطار تسقط عليه في فصل الصيف وتنمو فيه الحشائش. ثم بعد ذلك نتحدث عن النشاط الاقتصادي في نيجيريا، حيث نتحدث عن الزراعة. يعمل بالزراعة في نيجيريا أغلب السكان، وتسهم بثلث الإنتاج المحلي، ومن أشهر المحاصيل في نيجيريا الكاكاو وزيت النخيل والفول السوداني والحبوب والخضروات. التعدين: تعد نيجيريا من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي، وتنتج كميات كبيرة من القصدير والفحم الحجري. ثالثا الصناعة: تقوم على الإنتاج الزراعي والحيواني والمعدني، مثل صناعة السكر والمنتجات النفطية والمنتجات المعدنية والمنسوجات والمنتجات الخشبية، ويرجع ذلك لتوافر الغابات في الجنوب. ومن أهم المدن في نيجيريا أبوجا، هي العاصمة الحالية، وهي تقع في الوسط. لاجوس العاصمة السابقة، وهي الميناء الرئيسي على المحيط الأطلسي، كانوا مدينة في الشمال وأغلب سكانها مسلمون. الدول الإسلامية في أوروبا: دخل الإسلام إلى أوروبا بعدة وسائل، هي الفتوحات الإسلامية التي شملت أسبانيا وبعض جزر البحر المتوسط، وامتد الإسلام إلى جنوب شرق أوروبا. التجار المسلمون الذين كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام في بعض مناطق أوروبا، وأيضا انتشر الإسلام أو دخل الإسلام إلى أوروبا عن طريق الهجرات الإسلامية الحديثة، كهجرة بعض سكان الدول العربية إلى أوروبا. عدد المسلمين في أوروبا: يبلغ عدد المسلمين في أوروبا ما يقارب أو نحو 51 مليون مسلم تقريبا من مجموع السكان. وسوف نتحدث عن دولة ألبانيا. تقع ألبانيا في جنوب شرق أوروبا. السطح: السطح عبارة عن مرتفعات جبلية في الشرق وسهول ساحلية في الغرب. المناخ: مناخ ألبانيا مناخ البحر الأبيض المتوسط، ولكنه معتدل عموما إلى بارد على الجبال، وتسقط الأمطار في فصل الشتاء. النشاط الاقتصادي في ألبانيا: الزراعة:
تنتشر الزراعة في الوسط والغرب لتوفر السهول والسدود، ومن أشهر المحاصيل الزراعية القطن والذرة والقمح والزيتون والفواكه. أما بالنسبة للتعدين، يستخرج منها النفط والكروم والحديد، وتقوم الصناعة على استخراج المعادن. الرعي تربي فيها الأغنام والأبقار، ومن أهم المدن هي تيرانا العاصمة، وتقع في وسط البلاد. دو روسو الميناء الرئيسي على بحر الإدرياتيك. وبذلك نكون قد أنهينا درسنا اليوم، وإلى لقاء في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.